أخبارنا متواصلة دون انقطاع، وإليكم أبرز العناوين. عبد الرزاق مقري يؤكد أن موقف حمص من الرئاسيات غير مرتبط بترشح الرئيس بوتفليقة. سائقو سيارات الأجرة بولاية زيوزو يدخلون في إضراب مفتوح عن العمل. أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة كان متوقعا، وأن موقف حمص لم يكن مرتبطا بترشح بوتفليقة من عدمه. كما أضاف مقري أن مثل هذا القرار سيحفز أكثر المناوئين للعهدة الرابعة، لأنه قرار لا يخدم البلاد حسب تعبيره. يزيد فطاني رصد تصريح التاريخ. ولا ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة كان متوقعا، وهذا من أكبر السيناريوهات التي كانت مطروحة. كان السيناريو الأول بالنسبة لنا ضمن السيناريوهات. نحن لم نربط موقف المقاطعة بترشح بوتفليقة أو عدم ترشحه، ولكن ترشح بوتفليقة سيعضد أكثر موقف المقاطعة وسيجعل أطراف أخرى تلتحق بهذا الموقف، فهو إذن يؤكد خيار الحركة، ولكن للأسف الشديد لن يكون في مصلحة البلد. وفيما يخص ترجمة قرار المقاطعة ميدانيا، أوضح مقري أن حمص تستعمل كل الوسائل المتاحة لممارسة المقاطعة ميدانيا، وأن هناك تنسيق وإجماع من كل مناضلي الحزب من أجل إقناع الرأي العام بضرورة مقاطعة الانتخابات. بكل تأكيد نحن الآن في الميدان، أنا جاي الآن من ولاية من جيجل يعني، ومن سطيف يعني، وكنا والتقينا بالمواطنين وقمنا بواجب تثمين موقف المقاطعة، ونحن في كل آخر أسبوع نملأ القاعات بمساهمة يعني كل قيادات الحركة، هذا بالإضافة إلى وسائل الاتصال الاجتماعي، بالإضافة إلى العمل الجواري والوسائط الإعلامية المختلفة، ونحن هذا نحسنه العمل الجواري والاتصال بالمواطنين. يرى رئيس حزب جبهة التغيير مناصر ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بمثابة خطوة نحو غلق العملية الديمقراطية بالجزائر على حد تعبيره. هشام بن عودة رصد التصريح التالي. أو بعبارة أدق، ترشيح الرئيس على حزب بوتفليقة لعهدة رابعة في الظروف الحالية في الوضع الصحي هو تلغيم للمستقبل الجزائر، هو تفخيخ لهذه الانتخابات، وبالتالي الناس لا تستطيع أن تطمئن على مستقبل الجزائر برئيس بهذا الوضع، الناس خايفين، ولذلك الرئيس إذا هو قرر أن يترشح عليه أولا أن يقنع شعبه بأنه يملك القدرات والقوى ليتحمل مسؤولية الجزائر في المرحلة القادمة اللي هي يعتبرها ربما أصعب من المراحل السابقة. هذا يرجع لي. وفي ملف الرئاسيات، دائما أجل مجلس شورى جبهة التغيير مرة أخرى الفصل في آلية المشاركة في الرئاسيات إلى إشعار آخر. نحن حذفنا المقاطعة، قلنا لا نقاطع، وكان هذا قرار بالإجماع في مجلس الشورى، ونحن دعونا للتوافق على مرشح توافقي وليس من جبهة التغيير، لكن إن لم يحصل التوافق هذا لا نتمنى، لكن إن لم يحصل سنتحول للتحالف أو إلى الدعم. إن لم نجد في هذه الانتخابات ما يليق، وإن لم نجد مرشحا يمكن أن يدعم أو يحصل حول التوافق، سنشارك بالتصويت في الانتخابات، سنحتج على هذه الانتخابات بالتصويت الأبيض وليس بالمقاطعة. أشاد الوزير الأول عبد الملك سلال بقدرات الشباب الجزائري الذي يملك قدرات عالية على التحكم في التكنولوجيا، داعيا في تدخل له أثناء النقاش في اجتماع الثلاثية إلى الاهتمام بهذه الطاقات من طرف المسؤولين. كما رد سلال على منتقديه على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أنا دي جيني في الانفورماتيك، روحوا شوفوا برك فيسبوك وتويتر واخواتها، لو جيني صح ساعه يهلكونا يدخلوا فينا، مي اون فورم دو جيني، وانا نستعرف بالجيني هذاك. دونك علاه نقول لكم هكذا؟ لان فيه امكانيات في هالبلاد.
في موضوع آخر، أكدت مصالحها الحماية المدنية لولاية بومرداس أنه لم يتم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي ضرب الولاية مساء أمس السبت على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق زموري، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لتفقد الأوضاع في مختلف البلديات المحيطة بمركز الزلزال. سمية سماش وأحمد محمودي رصدا التالي. سجلت ليلة البارحة على الساعة 8:30 هزة أرضية بشدة 4.5 على سلم ريشتر بمنطقة زموري حوالي 10 كيلومتر جنوب شرق زموري. وعند إبلاغنا من مركز التنسيق العملي فإن كل الوحدات توعنا تم عملية التدخل بكافة الوحدات للتعرف، وأثناء التعرف لم تسجل أي خسائر سواء مادية أو بشرية. تمكنت مصالحها الدرك الوطني لكتيبة الدويرة من وضع حد لنشاط 3 شبكات مختصة في السرقة، متكونة من 21 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة واستعملين سيارات مستأجرة. تتكون أول شبكة من 4 أشخاص تنشط بإقليم كاكنا مختصة في سرقة سكنات المواطنين. أما ثاني شبكة فتتكون من 13 شخصا مختصة في سرقة ورشات البناء بإقليم خريسية. وثالث شبكة متكونة من 4 أشخاص تنشط بإقليم دويرة. تفاصيل أكثر مع ابتسام مسلمة. العملية تمكنت من توقيف 21 شخص ينحدرون من ولايات مختلفة كانوا ينشطون في عملية السرقة والسطو بغرب العاصمة. التحرية تمكنت من استرجاع كل العتاد المسروق. أفراد العصابة كانوا يستعملون سيارات يتم كراؤها من طرف وكالات كراء السيارات، ويتم تحويل المسروقات إلى وجهات أخرى من أجل بيعها والاستفادة من المبالغ المالية. أغلبهم مسبوقين قضائيا في قضايا سرقة واعتداء. تم توجيه إلى أفراد العصابة تهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، السرقة بالتعدد، حيز أسلحة بيضاء والاعتداء. أغلب الموقوفين في القضيتين مسبوقين قضايا في قضايا مماثلة. احتج صبيحة اليوم سائقو سيارات الأجرة الحضارية لمدينة تيزي وزو ونظموا قافلة حلزونية طافت مختلف أرجاء المدينة وانتهت باعتصام أمام مقر الولاية، وهذا لمطالبة جميع المصالح والهيئات المعنية وعلى رأسها وزير النقل بضرورة التدخل لإنهاء النزاع القائم مع مصالح مديرية النقل الولائية حول إجبارية التزامهم باستصدار البطاقة الصفراء لسائقي سيارات الأجرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لمعيشة ما يزيد عن 900 رب عائلة أو رب عائلة. تفاصيل أكثر في ميكروفون حسن زيزي. نقول لهم طالب وين لاكارجو ماكي وقيمتو كل طاكسي ونحوجر لي كارجو نساع لي كارت فير يفقي ماشي نوفو انانينا دوبي لو مو دو اوت 93 صافي 20 برس 21 لو مو دو تاكي سي 21 وكنت نخدم سي كارت فير ثلاث وست تاكي وزري غارة جو سي با نكوني نطالب ان قيمه كن لا ثولا مادياس القانون لو مو جوينا اوت ام نكوني مدن بور توت اي بور تيريتوار ناسيونال اوني با كو نكوني تشوف دي بونا لا دي بويا يا تو دي جوستيس داك شي غاد دي غين ديريكتيس داك الفو تفاختر ماشي داك سيدي طاكسي تفاختر حاشاك سيدي فوايو تفاختر سيدي زامبيشي تفاختر سيدي راش فأنا أوكين دينيتي نقول حشاك نقول الدوار لقيش هذا سيدي فولر نقول تقولي شو كل غاشي مش نخدم نخدم تقولي شو كل غاشي. هذا وقد حاول زميلنا الاتصال بمديرية النقل للولاية لأخذ انطباعاتها حول مطالب السائقين لكن دون جدوى. ودائما في موضوع الاحتجاجات، حيث خرج صباح اليوم العشرات من طلبة القسم النهائي لثانويات العاصمة في وقفة احتجاجية، حيث طلبوا الوزارة بتوضيحات حول طريقة تعويض الدروس وعبروا عن رفضهم للدراسة في أيام العطل والراحة. هذا وتم منع طلبة من الاعتصام أمام مبنى وزارة التربية من طرف قوات الأمن. التفاصيل في ميكروفون الياقوت سارة غرداوي ومحمد شوقي عمان. Gracias.
دونك فوالا حنا واش رانا حابين عفسه وحده برك سيد الوزير برك يرتحنا ويقول لنا واش كاين واش ما كاش باسكو بور لو مومون حنا رانا نسمعوا دي رومور رانا نامنوا بهم ما راناش كاع نرقدوا الباك سبتمبر باك منا العتبه منا قالوا لنا تاخذوا ريبريزونطون تاع شاك ليسي يجي يهضر طلعنا نهضروا بداو يهضروا معنا كوم كوا يديروا لنا العتبه هضر معنا الانسبكتور جينيرال مستشار التربيه تاع الوزير بدا يقول لنا كوم كوا حيدير لنا عتابه حينحي لنا هذوك لي كور في لي فاكونس يفا با ريبورتي الباك اكسيتيرا اكسيتيرا نسحقوا يقولوا لنا وقتاش الباك اكزاكتومون خاطر مازال ما على بالناش لاداس اكزاكت يعطوا لنا العتابه وينحوا لنا القرايه هذيك بثلاثه بالسبت وبلي فاكونس باسكو ما بقالناش طون ليبر انا نحوسوا عتابه ما اوني فروستري ليدوكاسيون ولات زيرو لا يكلف الله نفسا الا وسعها يا بابا احمد لا ماكش قادر على المسؤوليه علاش خويا ديجا لي بروف اوتو نورمال ما مشي يقراو ويحوسوا يديرونا ياكسيليرونا لي كور ويحوسونا نزيدو نقراو وبهذا مشاهدينا نصل واياكم الى ختام هذا الموجز في امان الله.